اهلا بيكم في بودكاست جديد من اسرار السفر الاقتصادي مع شيماء. النهارده معانا ضيفه مميزه جدا، يعني بتسافر في كل حته، وانا اتعرفت عليها اصلا وانا اماني، البنت التونسيه الجدعه اللي قررت تسافر من سن صغير بعد التخرج من اجل فرصه عمل، بس ده ما وقفهاش ان هي تسافر وتلف اماكن تانية حول العالم. اماني قررت تسافر وتطلع بره الكومفورت زون بتاعها من سن صغير، من ساعه ما اتخرجت فرصه عمل بره بلدها. يلا بينا نتعرف على قصه اماني في السفر، وايه هي قصه اماني في السفر وتحقيقها لشخصيتها ولذاتها. طيب، 100% اوقات بيبقى عندنا احلام بس الميزانيه والماديات بتايدنا، طبيعي اوقات مش بيكون معانا فلوس، وده حصل لك قبل كده مثلا؟ هالفتره الفلوس او الماديات زنقت معاكي فما قدرتيش مثلا تروحي بلد معينه، او ان انت مثلا سافرت طبعا. ميزانيه ضيقه وكنت خايفه بس خدت القرار اللي انا هسافر I can do it. طبعا على فكرة أكثر سفراتي لما أجي أعملها، يعني لما أخطط إنه أنا أسافر تكون ما معايا فلوس. اها يعني أول ستاب تكون ما معايا فلوس، يعني تمام لما أقول مثلا خلاص أنا السنة هذه لازم أسافر، في وقت اللي أنا أقول إنه أنا لازم أسافر وأبدأ أخطط للسفر فعليا تكون ما عندي فلوس، أو يكون مثلا عندي سعر التكت روحة فقط بدون رجعة أو زي كذا، ما عندي ترتيبها مصروف، او اذا عندي سعر التيكت ما عندي سعر المكان اللي انا حجلس فيه، ما تكون عندي الاماونت كامل، مستحيل بتعملي فعليا. ترتبي نفسك بقى مادياتك ازاي؟ ما تبقيش خايفه وانت مسافره على الميزانيه محدوده. انا عارفه ان انت شوفي قلتي لي لما رحت بالي كانت ميزانيتك يعني بسيطه، وقلتي لي قبل بسيطة كده جدا، استمتعي في الميزانيه الحاجات البسيطه اكتر من الحاجات اللي بيكون معاك فلوس وتقعدي في اوتيلات غاليه. بالي من أكثر السفرات اللي رحتها وما كان عندي فلوس فعليا، كنت كورس وبعدين جلست لمدة 8 أيام أتوقع كده لحالي سياحة. تمام السياحة اللي عملتها كانت من أحلى السياحات اللي عملتها في حياتي، وأنا ما تمام معايا كثير فلوس، يعني أنا معايا فعليا الأشياء البيزك اللي هو لازم أكل وكيف تمام أتحرك. ما كنت أتحرك بسيارة طبعا، كنت أتحرك بالسكوتر، ها فكان سكولر وانك انت تتحركي بسكوتر مش بسياره، كانت انا بالنسبه لي فيها متعه مره كبيره، لانه اكسبيرينس، انا من انت كنت اول مره تجربي اكسبيرينس ثانيه. ان انت تسوقي؟ لا ما كانت اول مره صراحه، انا كنت بسوق في تونس. اكيد بتعرفي تسوقي سكوتر، بس ان انت تسوقي ايوه، في بلد يعني الترافيك وانت مختلف. تعرفي انه بالضبط بالي القوانين السير مره غير، يعني هم عندهم اليسار هو اليمين تبعنا والعكس بالعكس، فكانت هذه كانت هذه كمان يعني تشالنج ثاني. دايما بسوق بالعكس، بس هم كانوا ناس لذيذة انا جدا. اجلس، كنت بالاول بجلس، كنت بالاول معايا فلوس فباخذ سواق، فبعدين صار ما معايا فلوس انا بسوق سكوتر، احكي لي فمن بقى اول كده وانا جالسه جنب سفرها، او السواق. ايوه ما كانش معاكي فلوس، استمتعتي ازاي؟ عملتي ايه؟ قعدتي في هوستل، شوفي قعدتي في فنادق، عملتي ايه بالفلوس المحدوده؟ انت حطيتي فلوسك في الكورس تمام، او الكورس ايوه اكتر فلوس، وكان معاكي مبلغ صغير قلتي الاسبوع ده او الاسبوعين دول انا هتفسح، يعني هتفسح بالفلوس اللي معايا. بالضبط. استمتعتي؟ رحت اشوف رحت بالاول قلت اماني عندك يومين وليفت ليكشري، يعني انه انا اروح الفنسي، الاماكن الفنسي، خاصه انه مثلا كيف اقول لك، انه انا ابى اروح شيء مره راقي حلو، يومين وفي كل يوم مكان واحد فقط، تمام بس كنت عاطي مجال نفسي كده. بعدين لا حعيش ببساطه لانه ما حيضبط استمتعتي بالبساطة كثير كتير، كثير 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 كثير. ايوه صراحه عرفتي تستمتعي لوحدك؟ جدا جدا انت من ما الاشخاص كنت اللي بتعرف اتوقع. تسافر، يعني انت من الاشخاص، انا عارفة بس انا بقول للناس اصدقائنا اللي متابعينا، انت من، لان في بنات كتيرة جدا ما بتعرفش تستمتع او بتخاف تسافر لوحدها وما بتعرفش تستمتع لوحدها، فدايما بشجعهم ان هم لازم يتعودوا ان هم يحبوا وقت وحدتهم ويتعودوا عليها عشان يبداوا يسافروا الاول. انت عملتي ايه عشان تقدري تستمتعي بوقتك لوحدك؟ او شوفي أنا السفرة هذه كانت أول سفرة لحالي صراحة، وكانت it's a need more than إنه، يعني كانت حاجة إنه أنا أعمل خلوة بنفسي تمام أكثر من إنه أنا مثلا ما لقيت أحد معايا أو ما لقيت رفيق سفر أو لا. كانت يعني exigence من عندي إنه أنا أسافر لوحدي، لأنه كنت في حالة نفسية أحتاج أختلي بنفسي تمام تمام. والمتعة اللي استمتعتها مع حالي كانت جدا كبيرة، جدا كبيرة. اكتشفتي من بقى حيث وقتها إيش؟ في نفسك، اكتشفتي ايه جوانب نفسك، دعبستي كده جوه نفسك؟ اكتشفت انه انا انسانه اقدر اتعايش لحالي جدا،
انه انا بالظبط. انسانه لا، زي ما احب الضوضاء كثير احب الهدوء. في جوانب ثانيه فعليا اكتشفتها في نفسي ومره حبيت، وحبيت جدا انه انا اقدر اتصرف في اي مكان واي زمان. ما كانت عندي مشكله انه انا مثلا لو جاتني اي مشكله واجهتني، يعني انه انا اتبلك ما اقدر اتصرف او شيء زي كذا، لا كنت صراحه قادره انه انا اكتشفي نفسك. لقيت انه ريسبونسبل مره كثير. اوكي فانت لو ما سافرتيش لوحدك ما كنتيش هتكتشفي الصفات دي فيكي، او ما كنتيش مو هتشوفي. للدرجة هذه. أيوة تمام. انت من الاشخاص اوقات بيبقى معاكي فلوس واوقات ما بيكونش، عادي يعني، ده احنا. زي كل إنسان. انت اصلا لو يعني اسلوبك ازاي، لو انت معاكي فلوس بتحبي تقعدي فين، ولو معاكيش فلوس بتحبي تروحي فين؟ يعني خلينا شوفي نعمل وات ايفر، صراحة شوفي لو معايا فلوس او ما معايا فلوس، في مين. بعض الاحيان الشخص يحب يدلع نفسه. تمام. الو، تروحي مكان مرة مريح، سبا، فانسي بليسز، كل هذه الاشياء. بس انا كاماني مرة احب الادفنتشر وكل الاشياء اللي فيها كذا ادرينالين عالي. اها. كل الاكتيفيتيز هذه ما تحتاج فلوس، ما تحتاج انك انت تكوني انه يكون معك كثير فلوس. يعني احب كثير مثلا الهايكنج، كامبينج، انه انا اعمل الاكتيفيتي اللي فيها اللي تخوف شويه، وات ايفر، زيب لاين، بونجي جامب، كل هذه الاشياء انا مره احبها. فالاكتيفيتيز هذه ما تحتاج كثير فلوس. فانا بقول اماني يعني اصلا يور باشن والاشياء اللي انت تميلي لها اللي هي الفيزيكال اكتيفيتي عامه او الليودك اكتيفيتي، ما تحتاج انك انت تصرفين كثير فلوس. أنا ومش فاكرة من إن أنا الناس اللي انا أنا فاكرة إن قبل ما أسافر، أبتدي أسافر أصلا، تعرفت على حد كان بيسافر كتير جدا، وقال لي على فكرة السفر مش محتاج فلوس كتير، السفر محتاج صح شوية فلوس، شوية. صح صح وأنا فعلا دلوقتي أنا مصروفي في السفر أقل مما كنت مصرف وأنا عايشة في بلدي، لأن طبعا بسافر بأساليب السفر الاقتصادي. تمام. فأنت استمتعتي بالسفر الاقتصادي أو الموفر اللي أنت مش بتصرفي فيه كتير. 100%. أنا أصلا انت مش من الناس بتشتغلي اللي ساعات مرة الفلوس اللي انت بتكسبيها، فصرفها ما بيبقاش بيستاهل. 100% 100%. يعني وبعدين صراحة خلينا نقول إنه أوكي الواحد بيشتغل ويطلع فلوس وكل شيء، الفلوس دائما مش تكون، يعني إحنا مو بس بنسافر، بتكون عندك many other engagement أو many other commitment، فإتس أوكي تو دو بوث. أنا مش من الناس اللي مثلا لو عندي أي ارتباطات مالية أو شيء أقول لا ما أسافر، أنا لازم، لا كل شيء في مكانه. السفر هذه ضرورة، يعني انت وإذا أنت دلوقتي عندك أي، بتشوفي الفلوس اللي انت بتصرفيها في السفر، هل هي مضيعة للفلوس ولا هي قيمة للفلوس؟ انت قيمة ثابتة، مش قيمة ثابتة ومضافة كمان. يعني لا طبعا طبعا، لا لا، شوفي مهما كان، مهما كان الفلوس اللي تتحط في السفر هي أكثر فلوس، ما هي رايحة خسارة. بالعكس. لأنه زي ما قلت لك بالأول، السفر مهما كان أبعاده، ناجح وغير ناجح، لقيتي فيه صعوبات، ما لقيتي، كان مرة above expectation ولا يعني أقل من التوقعات تبعك، هتكون already أنت تعلمتي شيء، هتكوني استفدتي شيء. تمام. فبالعكس أي مليم حيتحط في السفر حيكون جدا إفادة. انت حاليا في سفر للعمل، واعرفوا ان انت عندك صحيح شهر واحد في السنه اجازه، بتقسمي مره بتروحي لاهلك ومره بتسافري بلد جديده، ازاي بقى؟ انت لو تقعدي تشوفي تقولي احنا كيف اقسم مرتبطين بشغل، اجازاتي. احنا مرتبطين بعيله، احنا مرتبطين، معناش فلوس، احنا عندنا شغل، ما عندناش اجازات. قولي لي انت ازاي بقى شوفي بتحمي حياتك بتسافري؟ شوفي انا هنا بشوف انه اصلا انت هنا كيف تعودي كل الناس اللي دايره بيك بيور لايف ستايل. انا اهلي طبعا بغيب عنهم سنه كامله، بيكونوا مستنين انهم يشوفوني وكل شيء، بس في نفس الوقت يعرفوا انه انا انسانه جدا احب اسافر، بحب تمام. اسافر. عادي انه انا اروح اسبوعين او 3 اسابيع لاهلي، واسبوع بكون مسافره. تمام. ايضا بستغل كثير الايام اللي مثلا تكون فيها الاجازات شويه طويله في وسط السنه، زي مثلا اجازات العيد بتكون مطوله شويه. الاجازات هذه بستغلها اسافر فيها كمان. هتعملي ايه في العيد بقى؟ اجازة العيد. في العيد اول مره ما حسافر، سافرت من مو في جده، سافرت في الرياض، بس لانه عندي اصحابي هم اللي يجوا، يعني المره هذه انا مستضيفه. عملتي سياحة داخلية، سفر داخلي.
احنا بالضبط كل بالضبط، اعمالنا سياحة هناك، داخلية. غيرنا جو. أيوة، مو في نفس المكان بالضبط. ما فيش مستحيل، اللي عايز حاجة هيعملها، تسافري جوه بلدك بره بلدك، تغيير على ثقافة. فكرة، على فكرة السياحة فعليا، أنا لما كنت في تونس كانت من أكثر هواياتي الكامبينج والهايكينج، وكانت من هواياتي إن أنا أكتشف الأماكن غير معروفة، فكانت هذه أكبر متعة. أقول لهم أنا بالنسبة لي أشوف من الأولوية إنك تعمل سياحة داخلية قبل ما تبدأ حتى بالسياحة اللي برا. أنا إذا ما دايماً تعرفي بقول كده. بلدك بالضبط، إذا ما تعرفي بلدك فعليا هذه مشكلة جدا كبيرة، لأنه ما في بلد ما فيها جمال، ما في بلد ما فيها يعني فعليا سحر، أماكن طبيعية تجنن. خاصة إن أنت أنا من تونس تستكشفي نفسك في السفر قبل ما تاخدي الخطوة وتسافري بره بلدك، تستكشفي نفسك، بالضبط تحسي قد السفر، لأن السفر حلو وجميل وكل حاجة، بس فيه جزء شاق، فيه جزء صعب. شكرا. في ناس وتشوفي انت ايش توجهك، ايش الشيء اللي انت ترتاحي فيه اكثر. هل انت من الناس اللي ترتاحي اكثر في مثلا السفر اللي تكون، اللي خلينا نقول فيه اكتيفيتي مره وفيه مشي وفيه انه انت فول داي تكوني موفينج وكله، او انك انت مثلا من الناس اللي تحب السفر تكون في فنادق فخمه وتكون في يعني بس كذا راحه ويلنس وكل هذه الاشياء، هتصيري بالظبط، تكتشفي نفسك شوي شويه. لان في ناس دايما او اصدقائنا اللي بيتابعونا فاكرين ان السفر يعني حياه الاوتيلات والاوبن بوفيه، او ان انا اقعد في منتجع وانا معيش فلوس. ده كله، هل هو السفر فعلا اوتيلات واوبن بوفيه، وان انا اروح البلد الاغلى بلد؟ أبدا ممكن أبدا أبدا نسافر نروح أبدا بلاد أبدا. ثانيه وتكون فيها الطبيعه احلى من بلد مثلا انتوا فاكرينها غاليه او حاجه. دايما بنخلي توجهاتنا للحاجات اللي هي جنب الطبيعه، لان الاول دي يعني انت بتحسي الطبيعه بتحسي كده ان هي بتجددك من جواكي. فكلمينا مثلا، يعني تنصحي اصدقائنا ايه اللي بيشوفونا معهمش فلوس كتير، معاهم شويه فلوس صغننه، لان طبعا يعني خلينا نبقى عقلانيين، ما فيش حاجه ببلاش، كل حاجه بتبقى بمقابل مادي. طبعا طبعا. شويه فلوس، احنا ما بنقولش تسافر ببلاش، وما انت ممكن تسافر وترجع الفلوس دي بشكل اخر، وده اللي انا بعلمه في اسرار السفر صح الاقتصادي. انا مثلا على سبيل المثال، كنت اول ما ابتديت اسافر كنت بسافر جوه بلدي، كنت اسافر مثلا بلد جوه بلدي، اشوف البلد دي متميزه ايه بشغل هاند ميد، وانا راجع بقى المدينه بتاعتي اخد المنتجات دي ابيعها اونلاين في المدينه اللي انا رايحه، فبكون كده جمعت فلوس السفره. فالسفر فعلا مش محتاج فلوس كتير. فلو حد مثلا ميزانيته محدوده، انت تنصحيه بايه؟ يعني خلينا شوفي صراحة، أنا دائما أشوف زي ما أنت قلتي بالضبط، يعني إحنا بدينا بالسفر في بلدنا. أنا لما كنت أسافر في بلدي كنت أسافر في أماكن جدا بعيدة، فعليا ما أصرف أي شيء غير الخيمة اللي ورا ظهري اوريدي، هذه تشتريها مرة في الحياة وخلاص، خيمة ممكن وكل تشتري الإكويبمنت فيها. تبع الكامبينج بالضبط، والإكويبمنت تبع ظهرك. الأشياء هذه إذا تعلمتي أنت كيف تعيشيها حتسهل لك بعدين يور مايند سيت، كيف أنا أكون أقدر أكون خلينا نقول أوفر للماكسيمم، ماكسيمم أوفر من شان أنا أقدر أتفسح أو إنه أنا أرفع على نفسي أو أخذ الفائدة من السفر. ليتس توك الآن إذا إحنا حنسافر في بلدان ثانية، تمام. أوكي؟ إذا حنروح مثلا لبلدان ثانية، طبعا أنت حتقولي طب أنا حروح بلد ثانية ما أعرف فيها أحد، ما أعرف فيها شيء، ما حتكون سهل إنه أنا أروح مثلا بخيمة ورا ظهري، طب كيف حتوجه؟ تمام. لما نروح اوكي زي ما احنا ما مثلا حتكون صعب انك انت تعملي كده، في اماكن ثانيه بتكون باسعار جدا 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 ارخص، ممكن لقيها. انا بالاول كنت اتوجه كثير على الاير بي ام بي، الاير بي ام بي اوريدي تكون بيوت مثلا بياجروها باسعار وباسعار فعليا تكون جدا رخيصه. في الكولوكيشن اللي هم ناس يسكنوا مع بعض في نفس البيوت، وما تكون يعني ما يكونوا يعني يكون كل واحد عنده غرفة أو شيء، بس they share الأماونت تبع الرنتل، تمام. فهذا كمان شيء مرة 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 يوفر فلوس. بعدين صرت كثير أسمع على الأشياء اللي فيها تبادل الخدمات في السفر، ما عشتها أنا شخصيا لسه ما عشتها، أنا جربت عندي النية صراحة لشيء زي كذا. أيوة عندي النية لشيء زي كده صراحة، أبغى أجربها كإكسبيرينس يا يعني أنا كنت، ده فأسبوع كان السؤال اللي أنا كنت هسأله لك. عندك أيوة الروح أو الرغبة إن أنت مثلا لو أنت معكيش فلوس تسافري مقابل عمل تطوعي أو مقابل طبعا طبعا. تعملي شغل؟ إذا حروح مكان أحبه، إذا أروح مكان فعليا فيه نيتشر اللي أنا أبغى أشوفها وكل شيء، لا أكيد حأعملها. وبعدين it's an experience to try. ترجمة